عطاري من هناك بدا حب الرياضيات يعني. الحمد لله. عقب ما تغلغل، عطاري تحليل حقيقي كان عندي المادة ذي تحليل حقيقي واحد اختبار. دكتورة سوداني الله يذكره بالخير. أبوي كان عنده مواعيد بالرياض، اختبار نهائي، مادة دسمة. وش فكرة الرياضيات من المستوى الأول إلى المستوى الخامس؟ فهم. من السادس إلى التخرج ما في شيء اسمه فهم، في حفظ. أثبت أن مثلاً عمر الحامد من أهل الشمال. بس السؤال ثلاث كلمات، الجواب 15 صفحة. الجواب 70 صفحة. لين ترجع وتصل للسؤال مرة ثانية اللي هو الإثبات. الكاد وأروح أودي أبوي الموعده وبالرياض تعبان وقتها، ولا مداني أذاكر. مادة دسمة دسمة كلها برهين. كلها برشيم؟ برهين. آه برهين. إيه. من المستوى الأول إلى السادس عبد الله ما يعرف شيء اسمه غش. كفو والله. كن معك صريح يعني ما أحب أغش. شاد حيلي. يا ولد وجي قبل الاختبار ليلة الاختبار يعني جيتها تقريبا العصر المغرب بكرة اختبار. عدل بدل منهج هذا طوله ما يمديك يا ولد ذاكر لو تموت. تأيس أساس. إيه قلت يا ولد أبى أجرب الغش. كن معك صريح. واروح طال عمر واصغرهن النظريات هذه كلها واصغرهن وادخل اختبار. يوم دخلت طال عمر في دكتور سعودي الله يذكره بالخير متهاوش معه انا بعد. ايه ابو الليل ابو الليل هنا حبيبي والله يزبد هذا ابو الليل. ايوه احسن واحد عمر فيها. اسلم اسلم كمل كمل سالفتك يا خالد. ايه بكمل. في دكتور سعودي متهاوش معه انا وقتها. ايوه مطوع بعد. يوم دخلنا القاعه وادور الدكاتره الحبيبين اللي صفر 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 ما يقولون شيء. وادخل واختار لي هاك القاعه وادخل واختار هاك المكان الزين وانا اجلس. يوم ايوه عافيه سلمك الله. اسلم 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 انا معاك. اي ادري انك معي. انا معاك كم هذا جاب صحنين يا ولد حنا. لا لا ما غني هاي طلبه. اسلم اسلم يا خالد. الكاد وادخل خالد مين؟ وادخل عادي كلنا خالد. وادخل واخذ هاك المكان واجلس. حلو. مراقب مصري وسوداني. يوم اخذنا شوي اللي يدخل السعودي ذا ما كان عنده مراقبة. وش عنده؟ جاي يحضر عرفت الدكاترة زي كذا تقارير زي كذا وبيمشي. يوم دخل ويشوفني قال اما صوت لي باسم ابوي ما يقول عبد الله نزال يضحك زي كذا. اسوي نفسي ساكت انا متهاوش معه. هو يستاذن من واحد من الدكاترة قال على اذنك يا دكتور ممكن تستلم الاشراف عني وامسك مراقبة باللجنة هذه. قلت الله لا ياكلك العافية. يبيك. ايه. يا تعال ذاك وافق من صالح يمسك الاشراف ويدخل الدكتور ويجيب كرسيه يرى يجي لي يحطه جنبي قسم بالله يا فخذي. كنت انتشرت له صورة الدكتور جالس جنبه. ادري ويحط فخذه على فخذي. انا كل اللي معي برشيم مخباتي. ناوي غش والاسئلة كلها موجودة بمخباتي. سبحان الله. يوزعون الاوراق وناظر اباحل ابي اقوم انا جالس والله يا فخذه على فخذي. شو يسوي؟ ياخذ 10 دقائق ربع ساعه ما اقدر اسوي شيء ما اعرف ولا شيء يحله. يقوم انا هنا يقوم يقول كذا يرجع ثم يلتزم. ثم يرجع ثم يجلس. عارف الحركه يا ولد وترني. الاختبار ساعتين جلس حول ساعه ونص او ساعه وثلث. حليت سؤال واحد اذكره حق الشهر الاول. حليت طال عمر ابي يقوم ابي يقوم ما يقوم. اشوف العيال يغشون مخليهم على راحتهم بس يبي عبد الله. يا ولد تقفل معي وانا اسلم ورقه وانا اطلع. انا جيد دافور عند الدكاتره والدكتور راعي الماده يعرفني وكان من ضمن المراقبه. هذا اخبر نهائي نهائي من 60 واسلم ورقه واطلع مع الباب. يوم طلعت صوت للسوداني راعي الماده ورقه معي. عبد الله قلت ايش فيك؟ قال ما حليت. انتم اختباركم النهائي من 60 من 60 من اختباركم النهائي من 60 من 60 اه قلت انا قال ما حلت شيء ايش عندك مسلم؟ قلت خلاص ما عندي شيء وانا طلع وامسك الطريق بريد انا داوم بالمذنب وارسل للدكتور رساله كامله اني انا صار عندي ظروف عطيتك قصه حياتك ابكي دموع فيها عارف النظام سياح واسجل وارسلها لي ابي تساعد معي. أرد علي قال إني ما أقدر ما أدري شنو. قلت بسلامتك ويحملني المادة. مضبوط. إيش هنا لجنة غالي ولا ما لها دخل؟ هذه أول مرة أغش فيها وأنا حملها. أول مرة حمل مادة مستوى السادس. تقفل الأخلاق.
وانزلها الترم اللي بعده يوم نزلت. أموري للدكتور هذا السوداني حلوة، أنا اللي يستاهل، خرب علي السعودي هذا، ما قال شيء. جت دفعة جديدة، أنا الوحيد اللي حملت المادة. مضبوط؟ جت الدفعة هذه الجديدة، أول يوم لنا محاضرة، كلهم دفعة مع بعض إلا أنا الشاذ بينهم، جديد. ما أعرف أحد فيهم. يدخل الدكتور المادة تراها صعبة بس اللي يشد حيله أموره طيبة وما أدري شلون من الكلام. قلت أنا يلا. قلت انا خلنا نقول اسلم قلت انا لا اله الا الله وساكت انا. قال كل الدفعه اللي راحت ترى كلهم ما شاء الله عدوا، يعني اعرف لكم طالب حامل الماده جايب 3 من 60. فلص علي، فضحني قدام الله خلقه. جايب 3 من 60 باختبار نهائي. اوف. لكن هذا ما هو بشرط، ما هو بمثاله، سفل فيني بس بطريقه غير مباشره. يكسبك ترى. خلص صدق انت. إيه خلصت المحاضره ودخل عليها بمكتبه. شلونك يا دكتور؟ قلت يعني ما لها داعي انك. وش فيك؟ عرفت دخل الدكتور كذا. قلت ما لها داعي انك تفضحني قدام الناس تعلم علي، يعني كلهم دف. قال لا انا ما اقصد كذا. قلت طيب انا الوحيد اللي بينهم وانت تدري اني انسان جيد يعني، بس ان صارت ظروف وانت ما قدرتها وعاذرك انا، فليش الكلام هذا تعلم الناس علي؟ يمكن انا ابي منهم مساعده شيء، بيقول هذا يعني انه فاشل بالدراسه. بالضبط. قال لا لا ما ادري كيف الامور طيبه وخليه، يعني صارت نقره على اسلوب حلو. بالضبط. جت المحاضره اللي بعدها وانت تقول تشرح. لا وانا جالس لا اله الا الله ايه جالسين بمحاضره ايه غبت المحاضره اللي بعدها. مضبوط. حلو. المحاضره هذه اللي غبت فيها انا شرح اول درس، شرح محاضره وعطى سؤال بنهايه المحاضره، قال حضروه الاسبوع الجاي. انا غايب ولا اعرف احد بالدفعه. زبادي. نعم زبادي. وياس ومصلح لي معامله بمؤسسه النقد وانتظر رساله منهم كوده بداخله. هذه المحاضره الثالثه، غايب عن اللي راح. يجي يسألك. ايه والجوال مخباتي، بس يوم سمع صوت الرسالة وانا اطلع كذا بثانيتين بس نظرت الا ما هي الرسالة، انا ارجع مخباتي. قال عبدالله قم واقف. قم واقف. وانا اقوم. والله هذا مستقعد. ايه. قومني قلت له اني انطر الرسالة زي كذا. قال طيب انا اعطيتكم سؤال المحاضرة اللي راحت يكتب على السبورة. قال جاوب عليه. قلت والله ماني موجود. انا غايب. غايب المحاضرة اللي راحت يا دكتور، ولا حد قال لي. قال صفر بمشاركة. تونا ثاني اسبوع يا الغالي اصبر. ثالث محاضرة. ثالث محاضرة. قال صفر بمشاركة. وانا اسكت. قال فلان جنبي على طول. يقوم واقف. قال جاوب على السؤال. قال والله يا دكتور اني كنت غايب المحاضرة راحت. قال الغايب عذرك معك، استريح يا فلان. يا ولا تقهرني. مشتاق صدق الظاهر. ايه. وانا اسكت. ما هرجته. قال معذور وانا قال لي صفر بمشاركة. يوم خلصت المحاضرة الحين. قلت يعني انت ايش تبي توصل له يعني؟ أنا غايب هو غايب، أنا صفر هو تقول لهم عذور. قال لا تناقش صفر بمشاركة. اشتغل على الميد ترم واشتغل على النهائي، مشاركة لا تحسب، مشاركة واجبات مدري ايش تحلها حول 20 درجة. لا تحسب عليها. هذا ايش تبكي عليه؟ إذا كان موضوع شخصي. مضبوط. أيوه. قلت زين زين. وأنا أطلع من عنده. فعلاً يعطيني صفر بمشاركة. راحت الايام، جاء المترم جبت فول مارك، جاء النهائي. يوم دخلت اختبار هو المراقب. بعد الماده الوحيده اللي ذكرتها بحياتي 3 اسابيع من ذي الشهر. عندي 6 مواد حاقد كلها مذاكره، هذه هي ذاكرها لحالها. حفظتها من الجلده للجلده. هذه الماده اللي هي اول ما دخلت هي حقيقي. وادخل عليها الا على ذي اللي اشرح عليها. قلت اسمع دكتور، لو يبقى لي نص درجه وانجح لا تعطنيها، رسبني انا ماني بحاجتك ابد. قال تعوذ من الشيطان الصباح جاي بنختبر. قلت لو يبقى لي نص درجه لا تعطنيها، ما ابيها، اي شيء منك ما ابي. ويسكت وانا ادخل واخذ اول كرسي عشان يدري اني ماني غاش. يسلم لي ورقه اختبار. اول ما نظرت ورقه الا في سؤال غريب، اول سؤال ما عرفته.
إيه انت راجعت هنا. ايه قال لي ترى الاسئله ممنوعه ما حد يسال. جاتك مرتده. ايه هو قال لا حد يسال ترى ممنوع على الاسئله، وانا قلت له ما ابي منك شيء. اقرا السؤال الاول اعرف. من طيبني اياه رفعت يدي سالت، نسيت المشكله اللي بيني وبينه، تحمس. وارفع يدي قلت دكتور في سؤال هنا. قال الاسئله ممنوعه. وانا اسكت. ولا في واحد عنده اسئله من الخيانه الله يذكره بالخير. جيت ملعب انت. قال دكتور فعلا ترى السؤال الاول فيه خطا. يجاوب. ويجي قال اي قال عندي سؤال، قال يسم يا فلان بعد يرحمه، وانا اقول ممنوع على الاسئله. ياخذ من السؤال قال لي يا شباب في خطا بالسؤال الاول عدلوه، قلت له انا داري في خطا لكن المنهج اكل. والله اطبقها 60 من 60 ما اختبر. اي والله العظيم انه ولا درجه انقصت. واخذ فيها بي 20 درجه حقت المشاركه راح ما اخذت منه ولا درجه من الليلة. رجعنا كان عندي بحث جامعة قسم بالله كان جهد.